الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لقد حذر الإسلام من آفات لو بقيت واستمرت كان أثرها في الحب خطيرا، فهي تقضي على المحبة وتدمرها تدميرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. إن الحب إذا استمر في قلب كل فرد من أفراد الأسرة والمجتمع تفرغ كل إنسان لأداء عمله أداء متقنا محكما بكل همة وعزيمة، حيث النفوس هادئة والقلوب سليمة، فاختفاء البغضاء والضغينة يساوي حتما هدوءا وسكينة. والقلوب إذا هدأت وسكنت باشر الإنسان ما وكل إليه من عمل بنشاط وقوة. إن الحياة في ظلال الحب ناظرة زاهرة، والأوقات بحسن العمل ومكارم الأخلاق عامرة، ولرفعة مكان الحب مكانة الحب وسمو قدره وتعظيم أمره جعله الله عز وجل نعيما يتلذذ به أهل الجنة في الجنة، حيث الغل من القلوب منزوع والبغض فيها مجذوذ ومقطوع، والأمن والسلام فيها شعار دائم مرفوع، وألسنة أهل الجنة في الجنة تلهج بحمد الله وشكره وتسبيحه وذكره، على أن وفقهم الله لهذا وهداهم. يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد نزع الغل من قلوب أهل الجنة قبل دخولها، لأن نعيمها لا يناله حقود ولا مبغض ولا حسود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. واعلموا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا عباد الله أن من حرم نفسه في دنياه من الحب في الله حرم منه في أخراه، فكيف يحرم الإنسان نفسه هذا الخير العميم وهذا الخير الكبير؟ إنه تصرف غير سليم ولا مستقيم. اللهم اجعلنا من المحبين ومن المحبوبين. اللهم اجمعنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم ومن يحبه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.